بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله معز الحق ورافعه ومزل الباطل وواضعه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، معشر الأحبة، برنامج الرابطة الدعوية بنشتغل يوم الأحد، لا هي تبع لعبد الملك ولا هي تبع للمؤتمر الشعبي ولا هي تبع لحزب الأمة ولا هي تبع لأي إنسان. بنقدم رسالة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هي لا تبع لعبد الملك، لا في زول بيملي علينا توصيات، لا، ده كلنا في ناو دعوة. وأتحدى أي زول يقول إنه مسك عشرة واحدة للرابطة الدعوية، ما في، لا يوم كفرنا، لا قلنا منهج أخوان مسلمين في الرابطة، رابطة دعوية دعينا الطلاب كلهم يا جماعة تعالوا كلام الله، ننكر المنكر ونعرف المعروف، لكن ما يملي علينا أحد أغوال. ده الرابطة الدعوية وشغال فيها، مش على سبيل الفخر، ولكن شغال فيها أنا، كان معي شغال فيها أخوي اسمه محمد فضل وسافر السيفات موريتانيا، واسي شغال فيها أنا يوم الأحد، يتاسي بالطريقة دي نفرت منا، وهي ما شغالة منهج تكفير ولا شغالة منهج أخوان مسلمين، شغالين إحنا يوم الأحد الرابطة الدعوية. وبارك الله فيكم، دي معلومة بس حبيتها صحيحة. نعم، بيجي يوم الأحد، ما قاعدين ندعيه، جانا بيشتغل، وقف، ما أقول لك ما وقف، وقف مننا، ما قاعد يجي ناس. لكن أقول لك عبد الملك بفكرة مي... أنا أوريك عبد الملك، أنا نعم عبد الملك، أنا قاعد ألاقيه، لكن يوم من الأيام ما طرح لي قال لي أنا كده فكري كده ولا كده، نهائي. أنا معتبر راسي من أهل السنة والجماعة، لأنه ما نهائي ما بحلي بشي، أنا ما أعرف في قلبه شنو ولا كيف، ما نكرته. نكرته ليه؟ لا، إذا كان أنا في شيء أنا شجاع بقوله، أنا إذا كان متبني منهج أخوان مسلمين أنا بقوله. جزاك الله خير. طيب يا أخواننا، ده شيء طيب. أنا إحنا جزاك الله خير، نحن ما متمنين انك تقع في غلط او في ضلال عشان نجي نشهر بيك قدام الناس ونتكلم فيك. انت الان على حسب كلامك ما عارف بمنهج عبد الملك. عبد الملك ده قرا في جامعه النيل، نحن ناس عاصرناه وبنعرفه كويس، عرفته، وهو شيخه عبد الحي يوسف، ده شيخه. وما في زول من الخوارج يا اخواننا بيجي يقول لك انا خارجي وانا من كلاب النار، ما في. انت لازم تكون زول فاهم، وما دام ما جبتوه زمان كنتوا بتجيبوه، عفى الله عما سلف، ثاني ما تجيبوا. اشتغل دعوه الى الله سبحانه وتعالى، بين للناس العقيده، برضه لو بتشتغل دعوه وما بتبين ضلال المجرمين، برضه منهجك ده بكون منهج باطل. فنحن دارين منك ده كلام طيب، ودي بادره طيبه، وما في زول قال لك قول الكلام ده. جزاك الله خير، ونسال الله انه يعيننا ويعينك ويوفقنا كلنا للحق. فعبد الملك ثاني ما تجيبه، ده زول مجرم، نحن بنعرفه قرى جامعه النيلين، ده زول مجرم قرى جامعه النيلين كويس، وبيجيب عبد الحي يوسف، ومعه محمد المهدي، الاستاذ محمد المهدي رئيس جماعه انصار السنه المحمديه بولايه النيل الازرق، وده تابع لناس الاصلاح، ديل كلهم مرضانين وعيانين، ديل كلهم في النهايه خلاصه كلامهم بيودوك لداعش، ديل مجرمين ما تمشي عليهم. فانت اشتغل دعوه، اقف للناس هنا قول لهم ايه وحديث وبين لهم الحق. القبل الحمد لله، الما قبل ربنا قال ليس عليك شنو؟ هداهم، انت بينت الحق وخلاص. فدي نصيحة لنفسنا ولك انت، جزاك الله خير.